صباح الخير، صباح النور عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جاي ندفوا عليكم على الصباح. المهم قبل داو لا فيديو ما تنساوش ضربوا لي واحد لايك واشتراك في القناه الى باقي ما مشتركينش، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخلي لي واحد لايك وواحد تقليب وشي تعليق. المهم كما كتشوفوني نفيقه عيانه الصراحه هاد يومين البنات، ما كنعش مزيان في الليل، ما عرفتش علاش، وقيل ستريس كنضم ستريس اللي دار ليا ما خلانيش نعس بالليل، وكنفيق بكري في الصباح وما كنعش حتى لشي 3 ونص ديال الليل، كنبقى حاله عينيا كنتقلب في الناموسيه، ما بغيتش نشعل التليفون كنقول وقيل غادي نعس، ولكن في الاخر ما كنعس ما والو، كنبقى راسي معذبه. هنايا اول حاجه بديت بها فاش غسلت وجهي، هذا هو الروتين ديال اللي كنستعمل، كنغسل وجهي. المهم هاد كاين شي حوايج كنت كنديرهم وكاين شي حوايج ما كنتش كنديرهم، دخلت شي حاجه اخرى في الروتين بما انه راه كنكبروا في اللاج، وهادشي خصنا ديما نعتبروا بالبشره ديالنا، وحنا العقيده ديال البشره فاش كتكبري في اللاج غادي وكتكفس. هنا غسلت بهذا ديال هذا ديال الشاي الاخضر ديال مينيسو، خديت هذا من مينيسو ديال لاموس، هكا كنغسل به. شوفوا ماشي شي حاجه سبيسيال، مي المهم كتغسلي بالوجه ديالك. هنا مسحت الوجه ديالي وغادي ندير تونر، غادي نمسح بالوجه ديالي باش نحيد الكالكير اللي كيكون في الماء وداك الشيء والترسبات وداك الشيء. المهم كنمسحو خمسحو باي اي حاجه كت ديال الديماكيون. وشوفوا ياك غسلت وجهي ياك وراه كنمسح بهاد الديماكيون، وغادي تلقاي البشره ديالك غادي يخرج لك داك الكوطون مسخ كحل كحل كحل، والله العظيم راه حيت داك البرودوي كيحل غير المسامات، ومن بعد راه ما باقي راه على التمر كيحيد لك الوسخ اللي باقي. هنايا غادي ندير هذا ديال كريم دو جوغ ديال لا مارك، راه وريتها لكم، رخيص نورمالمون رخيص. هنا منو كريم دو جوغ وميم طون وميم طون ديال التجاعيد، فهمتوا غير. وغادي ندير هاد هادي والله كتنسى لي سميتها، والله العظيم هاد الحجره هادي كتنسى لي السميه ديالها صافي. المهم كتجي هي اونصومبل، كيجي لونصومبل مع جاد لورور الا رولر الا قلت سميتها، لا ماشي جاد لورور الاخرى. المهم المهم كيجي بحال هكا هاد الحجيره، ما عرفتش سميتها، والله ما عارفه سميتها، قلبوا نتوما اللي كتعرف سميتها تقولها لي انايا. وكدوزي كتدخل لا كريم مزيان في البشره، والله العظيم غير كدوزها البشره دغيا كيدخل لك لا كريم في الوجه ديالك. انا عندي هذيك في الغوز، هذيك الحجره حيت كانت عندي وحده وتهرست لي وخديت الاخرى في الغوز، ترجات لي بحال هذه ديال رولو، وبقات عندي الخضرة القديمه وعاود خديت هذا الغوز. هنا من بعد ما درت المرطب غادي نزيد عليه هذا فيتامين سي، فيتامين سي وميم طون فيه شويه ديال كنظن ديال الكولاجين، والله ما بقيتش عاقله شنو فيه بالضبط، نسيت. المهم خديته هذا من دي ام رخيص، كنت طلباتو ليا واحد صاحبتي ديال لامارك ديال لامارك فيشي، خديته ليها ب 500 درهم فاش كنت برا، ولقيت بحالو داير 3 اورو في دي ام، 5 اورو باش خديتهم الدي ام، توا فيه لا ميم شوز اللي كاين عندها، غير هي خداتو ب 50 اورو وانا خديتو ب 3 ب 5 اورو الفرق كبير، مي لا ميم شوز داكشي اللي كاين اللي كاين، راه غير لا مارك اللي كتبدل. هنايا درتو على وجهي حتى هو فيه الفيتامين سي، الفيتامين سي راه مزيان للبشره، كنديرو بالليل وكنديرو بالنهار فاش كنفيق، غير الا درتو بالنهار كنحاول ندير عليه لا كريم سولير. لا كريم سولير كندير غير العاديه، الا ما لقيتش البنات كريم سولير الا ما عنديش راه كندير غير العاديه ديال لابلاج، ديال لابلاج كلشي كاين عنده ديال لابيسين ديال البحر، الا سالات لك لا كريم سولير ديالك ديري غير ديال البحر ديباني بها. من بعد ما درت الروتين ديالي مشطت شعري، دورت فيه شويه الدوره الدمويه ديالو ما وريتوش لكم، جمعتو الصراحه خاصو الصبيغ شعري حيت الشيب عاوتاني القدام ناض ليا انا الصراحه حكر ليا الشيب بزاف، انا عندي الشيب ملي كانت عندي 18 عام وانا عندي الشيب. هذا دابا هذا الروتين ديال الصباحي ديالي، كناخد هذا ديال لامارك ايت فيت ولا شي حاجه بحال هكا، المهم 360 مانسور. هذا كان جو فو كونساي البنات الا بغيتو تنقصو في الوزن خذوا هذا، جو فو كونساي، هو ماشي كينقص لكم الوزن، هو غير كيعاونكم باش كتحرقوا الدهون، هو مزيان كيحبس الشهيه وكيعاونكم باش تحرقوا الدهون، وفيه واحد النسبه ديال الكولاجين منو للبشره، يعني كيعطيك الكولاجين يعني 3 اون 1، كي بغولور دو غريس وفيه الكولاجين وكيسد الشهيه، واللي عجبني انه طبيعي ما فيه حتى شي، ما فيهش برودوي كيميك، ما فيهش برودوي كونسيرفاتور، ما فيهش سكر، ما فيه حتى شي حاجه. كاس كديري البروميير 20 جوغ الاولين كديري
جوج معلقات في كاس ديال الماء، والناس اللي ما كيشربوش الماء يديروه في اطرو ديال الماء، ومن بعد فانجور كتستعملي غير معلقه وحده. انا راه رجعت عاوتاني درت فانجور ودرت عاوتاني ديال المعلقه وعاوتاني رجعت كندير جوج معلقات. هنا من بعد صافي كنكون شرب هذا كتكون الشهيه تسدات، كنشرب كاس ديال الماء ديالها صافي، ما كتبقى حتى شي حاجه تنزل لي الكرش ديالي، وتقول واخا نبغي نفطر ما نقدرش دابا. قدام هنا حتى ان شاء الله غادي تكون فيه كوزينه اوكي ما عرفتش المهم على المده. المهم حنا غادي نقلبوا الارض بعدا ونقادوها نذوقوها فين نغرسوا، حيت ديك الارض بعيده عليا، واصلا هاد البلاصه هنايا حدا الكوزينه وحدا بيت ما هنا في غادي يكون الغرس نورمالمون. دابا اصلا واخا نهضر معكم البنات ما غاديش تفهمين شنو كنقول لكم، اللهم طن بخاتيكو ونوريكم في الاخر ديال الفيديو شنو غادي ندير. هنا غادي نقرب الغرس ليا لهنايا، ونتو خصني نقلب الارض باش فهمتوا راه الارض ضروري تقلب وتدير ليها الامازير ولا دير ليها لونغري ولا شي حاجه. انا كندير هذاك الشيء طبيعي، غادي تشوفوا معايا كل شيء فاش غادي نغرس. هذه المره غادي نصور لكم كيفاش ندير تنغرس. هذا راه الكرسي راه صيفطاتو عتيقه اختي لخالتي عواش من برا، على خاطرش هي ما كتقدرش تمشى مسكينه كتمشى بشويه وما كتشوفش. المهم صيفطاتو ليها في ترونسبور. هنا المهم انا غادي نشرح لكم من بعد كيفاش. المهم راه كنبقى هكا البنات، راه ما كناكل حتى شي حاجه حتى ندير الغداء، عاده كنتغدى معاهم وما كنكثرش الخبز. الخبز محيده السكر البنات، واصلا داك كيسد لك الشهيه. وشوفوا عاوتاني سدي فمك، واخا كنقولها لكم بهاد لا فاصون هادي شويه اغريسيف، لا بغيتي تضعافي سدي فمك. الا بغيتوا فيديو البنات مفصل ومخصص غير كيفاش طيحت 5 كيلو مرحبا، وكيفاش نقصت الوزن مرحبا، او ليلى بغيتو نخليها حتى الاخر حتى كاع نزيد نقص الوزن مزيان عاد نوريكم اللي عجبكم. هنا كنوريكم البنات لونغري اللي كندير في الدار، والصراحه كندير انا وراجلي ماشي انا بوحدي. هذا اونغري البنات كدير غير بوحدك في الدار، داك لونغري غتشري في الزنقه داير فلوس تقدري ديريه في الدار، تقدري تشري بيان ديال الزنقه الا بغيتيه الا ما عندكش، ولا عندك الكونتيتي كثيره تقدري ديريه غير في الدار. هنا خديت القشور ديال الخضراء والربيع اللي قطع الا من الكازون ودرت عليهم الماء وخليتهم تما يبقاو يطلقوا لونغر. حاضر ديك الحضره داير انت كنديرها هو قال لك ويضرب حتى هو مزيان ليا هو زين ليا هو يا عباد الله شاد الزين يا سيد ربي ديال العالم. سير هكاك 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 اي شو دوسمون 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 ما عرفتش اي وحده مايقه كانت صغيوره ديالو والله ما عرفتش درناها انا جمال مازال فلقيناها انا وياه باش اعطيها لي مسكين ضرب بها. انا راه نخاف من الحشرات ما تقول لي جيبي شي حاجه ما نقدرش نمشي نخاف انا والله نخاف من انا عجبني هاد إليان قال لك حتى هو خدام اح نخلصك انت تخلصت انتيا كون تي ترافاي جو تدوني دو لارجون صافي ترافاي كوم سو جو تدوني دو لارجون اللي تدري تعلم حتى هو والفلوس سعله. اش داكشي اش داكشي عندك الفلوس تم لا ما عندك الفلوس تنعطيهم ليك تتخدم ونعطيهم ليك تتخدم ايوا مي تتخدم ونعطيك الفلوس صافي صلات ليا دابا انت غادي تخدم واياد غادي يخدم وجمال غادي يخدم باش تسالو نعطيكم فلوس صافي سامارش إليان سامارش قول لي وي مامون سامارش باش يكون فيك الجوع نمشي ندير لك انا الغداء واخا انا ما تفطرش انا ندير لهم الغداء زين الديفوله بحال هكا كيعجبني نخليه يروني الديفوله نعم اياد لا يتسحب لكم ولد الكاوري وما يدير والو راه كلشي كيديروا مسكين حق سيدي ربي راجل اياد رجوله منذ الطفوله هاد الدجاج عارف اش كلفتو اياد كلفتو يحوشتي هاد الامازيغ حيت غنخلطوه مع الارض احسن حاجه تخلطيها مع الارض هي وتنوض لك الغرس راه هو لك لا لا ماشي هو قلت لكم احسن حاجه هي امازيغ ديال الدجاج تخلطيه مع التراب احسن اونغري احسن اونغري احسن اونغري ممكن تخلطيه للدجاج ويستافدوا منه
تخلطي الارض وتستفد منه الارض تعطيك الغله كثيره زوين. باش تعرفي شوفي الدجاجي انايا قداش تبارك الله، وشوفي داك الدجاج الاخر باش تعرفي له علاقه. بغيتوا الدجاج يصدق لكم غادي تجيبوا الدجاج اللي كيبيض هو اللي كيكون رجليه صفرين. اوكي الدجاج البياض هو اللي كيكون رجليه تصفيرين صافي راه كيبيض مزيان. السيادره واخا المدرسه والليسي والكاوري والخروج البيوضيه والبلوقيه والزين والطاوله والجريده، ولكن راه وقت الخدمه عانيت مسكين. وقت الخدمه راه كيخدم الحب ديالي عارف، خاصو دابا خاصني الفلوس وانا عارفه يد ما يخدمش هكاك خاصني فلوس ياك. انا حاسه بيك عطيتش خاصني فلوس، داكشي اللي كنعطيه في الشهر ما كيقدوش، دابا خاصني نخدم حيت خاصني فلوس. حسيت بيك ياك خوليك تجيب لا جاوبني تحاور معايا الاخ الكريم جوكي يعني مصطح خوالي الجيب وخاصو يخدم باش يجيب فلوس. اوكي اللي يعطيه فلوس انا نقول ليه، يقول لي خاصني فلوس بغي نشري هذه بغي نشري هذه. اوكي نقول ليه اه بغيتيها نوض تخدم، وانايا انا ما كنقول ليه كاع سير تخدم برا، كنقول ليه زيد تخدمها في الدار حيت كاين عطى الله ما يدار عندنا في الدار. لا بغى يخدم عطى الله ما يدار نخلصو. اه عاد تقول لي واخا غادي تقول لي لا، ولكن انا جو بريفير كوم سا جو بريفير كوم سا. اه التربيه ديال الوليدات صعيبه، الا ما علمتيهم شي خدمه يبقاو ديما جالسين فهمتوا. هو دابا مابقاش صغير، ودابا عارف الدري نهار كتعرفيه شوفي كيبدا كيعرف شنو يفهم شنو هو الفلوس علمه يخدم، نهار يبدا يعرف الفلوس تقريبا وراه اياد بدا كيعرف الفلوس من اللي ولا كيعرف بغيت فلوسي في جيبي فهمتو. اما راه ما كانش ديك الساعات كيقول لك ماما بغيت هذه جيبها لي، دابا ولا كيعرف شنو يبغى فلوسه في جيبه، هو كيبغي يشري هو كيبغي يخرج للحانوت وكيمشي يجيب حوايج يمشي يتقدى شنو بغى فهمتو. لذا نهار يقول لك خاصني فلوسي ديالي ديال الشهر بشوي راه كطير صافي دوزي خدم ما فيها عيبه ولدي. واخا كيجيك سي بينيبل والترافاي صعيبه، ولكن خاصك تعلم خاصك تعلم كل شيء، ماشي زعما راه غتخدم فيه دائما. انت عندك قرايتك تقدر تخدم قرايتك، ولكن هذا الشيء غيفيدك في الحياه اليوميه ديالك. انت يا نهار واحد النهار تكون عندك عائله، واحد النهار تبغي ديباني شي حاجه، تكون كتعرف تشد العتله تشد البالا تشد موس تشد بيستولي اي شي حاجه تعرف تشدها في الحياه، تعرف تشد الدجاجه معجه. برافو ياد كويده حب العالي ابني الاول. اون بليس عنده لا فورس اي دي بونسي باش يعيا يدقدق ينعس. تو بريبار ا مونجي كنت تيت سي موا لا انت تي ترافاي ايسي توا ترافاي لا ترافاي توا ترافاي مانو افيك طونطون جمال ترافاي عيتي وكك عمر بالطرب فين غادي. انا ما غاديش نطيب انا صافي قاعده هنا مش قاعده في الكرسي انا ما نطيباش اقعد انت هنا ما نطيباش. خدم 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 خندم خندم شوف خدم دقا باش بغيتي انا ني مسامر هنا اي ابري ابري جي مال لو دو مو ابري جو فيتري با ماتنون با ماتنون با توت سويت هاشي مسامر هنا واش اسمي اللي خدم تردم يا تاع بخي خدم مساك وكيتي تردم يا لا اي يلا تخافاي شوف وايا tu veux la casquette tu veux que je te ramène la casquette le soleil فيك الشمس ايكوت مو كون كاين باش دير الملايين حفر ما تلقاش في كنز دافين تما خلوها جدود جدود جدودنا لا مربي يكون كنز دافين منذ الازال هي دوك القلاط اللي كيكون فيهم الدم نولوا اغنياء من اغنياء العالم هو انا ما يدير حاضيهم ما تعرف من يمه الاستعمار ما تعرفتيش يعني الاستعمار شكون كان ساكن هنا ها عارف انت لا كنت مو طواليت شوفي هنا هي ياك شدي الباب ياكي شدي الباب كتقرقب واش عرفت دابا دابا حنا كنحفروا كنلقاو الكنز الكنوز دافينه في جميع نواحي الارض ما عرفناش فين كاينين الكنوز راه ميلود ماشي داها وسرقوها لي كنت شريتها كنت شريتها كنمشي غير للغابه تما على برا عندهم اوتوريزو ما تمشي للغابه تقلب هنايا حنا انتردي عندنا لا هو في الجبل سير حق الله العظيم يا سير يا السيد رانا كنعرف السيد اللي كاين في الجبل قال لي راه الحق ما كاينش ما تقدرش تمشي ديها ما شريتها قربي واخا هي كتقلب لك شوف بعض المره شوف هي غير صحيحه تقدر تحفر 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 في الاخر تلقاها كانيطه
اي خاصك كاينين فيها اللي فيابيليت، كاينين دوك اللي كيكونوا شويه غاليين كيكونوا فيابل كيقلبوا على النقره. اما كاينين دوك اللي كيكونوا رخاص، خديتها ب 80 100 اورو باش خديتها، هذيك ماشي فيابل. يعني كتقدر جالوقه تقول لك طيب 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 على جالوقه، بقى نحفر على جالوقه. فينهم الغابه؟ مجزرين جيتي تكون عندي الفلوس نعاود نشريها، عشان طيب يبقى عندي ما يدار عاود نشريها. انا اصلا عندي كنز دافين، راه الكنز دافين هذا هو الكنز، ها هو الكنز قاس كتحفر فيه، هذاك راه الكنز هذاك، ما عرف قيمته اللي ما عنده. انت راه كاين با عنده الاراضي، داكشي علاش. ما شفتكش الارض يا ما داخل راه طلع واحد النهار غيدخل لك والله، غيدخل لك ما انا ما غيدخل، ما غيدخل لك واحد النهار، ما غادي دير دارك، ما غادي دير ولادك. دير داري ما مش تبارك الله ندير هذا الشيء كامل. ايوا دارك ولادك، ما غاديش دير الجرده، ما يمكنش. ايوا واحد الدار جريده هي. ايوا صافي، ايوا المهم دار جريده راه كاين مسكين اللي كيحلم بها حياته كلها. تبارك الله ما عليناك، ما تبارك الله جبرتي الدار بشحال، تبارك الله شحال اجي نشوف، تبارك الله الخير والبركه والله الله يزيد. امين. انا تمنيت ان شاء الله تشري كاع، غادي تشري تفسر لي عليك والله. ما كاينش ترخان؟ ها؟ والترخان؟ نجد نشري فيلاج. شري حقا راه مشري كاع التاريخ ندير. اي هي بقات لي صافي تلحسن ندير لكم فطور. المهم ما راه درت لهم الصراحه هو اياد، انا ما فاطراش راه عيد، درت لهم الجبيضات والزبده كونفيتور زيت العود وشويه تاع الكاسور باش يفطروا هما. ما شوفوا ما شدات حدا بيتها هما، بغيتك دايره كوزينه هنايا؟ لا لا صانعه كوزينه، تنصطع على طنديرها ان شاء الله شي كوزينه شي نهار ان شاء الله تحتاج ان شاء الله وندير لها الكوزينه ديالها. هدرتين كتعمرها تاي ديالها، فين كدير العقبيه ديالها، فين كطيب الكوامل ديالها الا بغات شي جميله. حركوا بصبعك الموس، حرك بالموس، حركوا بصبعك. المهم الروينه هنايا، ولكن المهم درت لهم فطور. سيروا الدحايات، سير سيروا الدحايات كيما درت لهم الفطور. الله يهديك سون يا ودي، سون ماش بيت سون سون. ايه كيك يا تخضوا ليا، الله يعطيك اودي شي نقولك نغبر نحاس. المهم كويتاتي بعد ما ساليت لحد الان باقي ما فطرتش انا، راه قلت لكم تا كنتغدى نيشان من نفطر من غدا. الا بغيتوا تعرفوا شنو كناكل في الوجبات ديالي، ولا بغيتوا فيديو كما قلت لكم مفصل على كيف رحت نقصت الوزن، مرحبا راه نقدر نديرو لكم. هنايا من بعد ما فطروا ديت الماء على الدار. جمال راه كيزبل بالمره، كيقول شي حاجه بالمره، هضره كاينه هضره ما كاينه، كيرقعوا ما دوش عليه. اللي كيتفرج في حاجه بلا عارفه كيفاش كان معاه غير كيرقع. هنا نضرت ليهم واحد الطاجين ديال الدجاج، هذا الطاجين هو مناش غادي ناكل معاهم نيتي، فهمتوا؟ ما غاديش ناكل الخبز، انا كل مرص صغير ديال الخبز. غنفهمكم، قلت لكم شي نهار هنا درت فيه نص حامضه مرطو بالعطريه. انا راه كنحمق علاش حاجه سميتها العطريه؟ سمحوا لي يا اختي، سمحوا لي انا راه واقيلا الاصول ديالي شي هنديه، راه انا ما نقدرش نعيش بالعطريه اختي. الا ما عطرت داكشي مزيان وكثرت الثومه وكثرت الحامض وكثرت البصله وكثرت كلشي، والله ما نسمي راسي راني درت الطاجين هذا، درتو غير فوق البوطه فهاد البلاصه. هاد البلاصه قلت لكم الطبيله حاطه هنا، ما مسكينه قالت لي ديري لي حدا البيت ديالي، بغيت الكوزينه ديالي وبغيت الدش ديالي، وقالت لك بغات الطواليت ديالها تما. قلت لها صافي لا لا غادي نديروها لك، غتهنايا غصبري شويه غادي ندير لك كوزينه تما حدا البيت ديالك، وندير لك دوش وندير لك لالا جليسه فين تجلس تما، غير بليتي صبري عليا واحد شويه دابا نقاد هاد الارض وانا معاك. المهم انا جيت هنا، جيت للطابله ديالها فين جالسه كنطيب، انا راه كطيب فيا طويجناطها، كطيب فيه نعم قلت لكم كطيب فيه طويجناطها، كطيب فيه جميلاتها اللي هي عزيز عليها الرفيسه، كتموت شي حاجه سميتها الرفيسه في الخبز، ما كتموت في الخبز. بعض المره كندير انا الماكله ديالي في الدار، ما كنديرش نقدر ما ناكلش خبز يومين ثلاثه ايام، هي ما تقدرش تعيش بلا خبز. راكم عارفين هو راه ولا المغاربه اجمعين، مجموع المغاربه كاملين متفقين على ان الخبز ما يخطاهمش في الدار، هذا كاع المغاربه الا انا ممكن يخطاني، انا ما ناكلوش ما عنديش فيه مشكله، ما عندي ما ناكلوش، ولادي ما ياكلوش ماشي مشكل، راجلي ما ياكلوش، ولكن باي اكزامبل جمال وداك الشيء ما يشبعوش هما الا بالخبز، الا ما كاينش خبز ما ياكلوش، عرفتوا ما ياكلوش. هنا انا ما تدوش لي الطقره ديالي، المهم قررت باش نديباني وصافي، واحد الطقره درت ليه طقره بحال غتعطيه للنعاج انا متاكده. قطعت شوفوا درت الطاجين، درت فيه البطاطا حلوه
والبطاطا العاديه درتهم بجوج. كتجرب البطاطا حلوه في الطاجره كتجي زوينه والله الا كيحمق عليها ولدي اياد كيموت على البطاطا الحلوه كيقول لي ماما واش درتي بطاطا حلوه في الطاجين. المهم جابنين، شوفوا من هذا الشيء كله راه جابني واخا هذه الروينه كلها وهذا الشيء اللي كتشوفوا هذه الخلطه طاجين بسبع خضار الا كانوا نيت سبعه تما ولا شحال. درت طماطيشه قطعتها، درت الفلفله زدت من الفوق، الفوق ما صورتش لكم ولكن الفوق زدت شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار شويه ديال الماء الزيتون ما كانش عندي سلالية. وجا عرفتوا كيفاش جا بنين 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 غينادير. من بعد هنا غادي نوريكم فاش حطيت لهم الطاجين، هنا غادي نبدا نشرب الاطرو ديالي ديال الماء. هنا انا دابا راه باقي ما فطرت حتى شي حاجه، غادي نهز الاطرو ديالي ديال الماء غندير فيه لي غلاسون وغنبدا نشربو. غادي ضروري خصني النهار كله يلقاني شربت تقريبا 3 اطرو ديال الماء غير تضعف. راه الماء كيعاون في الضعف، الماء هو اللي كيعاون في الضعف. 3 غادي خص ضروري النهار قبل ما يسالي النهار يلقاني انا شربت 3 ايترو ديالي ديال الماء ساليسه فهمتوني، وكنشرب هذا. داكشي علاش خديت هذا من بريمارك، الناس اللي غيسولوني منين خديت هذا بريمارك البنات كيهز ايترو ديال الماء، هادشي باش هناني وما كنساش كندير فيه الماء خصني ضروري نكمل فهمتوني. حمرتيه خاص كيتساليه ميمكنش ما تساليهش. حيت دوك الصنادق اللي كانوا هنايا دابا هادي بقات هادي اللي فيها النعناع واللويزه وداكشي غادي نديرها غاديرها هي جمال في ديك البلاصه تما تما حتى يدير لي ليها سميتو. المهم دابا غادي غير نحيدوها باش نخوه هنايا باش نقادو فيها البلاصه باش تقلب الارض وتقاد ديكم فوق باغ افيك تميم. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل مون فريغ. المهم سبحان الله العظيم جيت هنايا سليت الإليان البيكالا ديالو باش يتعلم ليها. شوفوا هذه إليان انا ما عمرت ما علمته البيكالا، الدري تعلم البيكالا غير بوحدو تبارك الله عليه بوحدو تعلمها مع صفا وسليمان وتعلم معاهم البيكالا وقال لي حيدي لي دوك حيد دوك الرويضات ديال البنو دوك اللي كيكونوا شدو باش ما يطيحش، قال لك حيديهم ما بقيتش بيتهم. دابا هما غير كيشدوه هكا كيوروه كيفاش يدير وكيشدوه كيطلقوه. صراحه كنطلقو معاهم في العشيه زعما كنطلقو نهار كنت رابطاها ويلي على مصطلح عندي الحماق صافي. في العشيه كنحليهم كيجوا عندي الجرده كيبقاو يلعبوا فيها، واليوم خرجوا هنا شويه حدا الدار حيت كنحليهم انا الجرده كيلعبوا بزاف في الجرده عندي حدا لابيسين كيبقاو يلعبوا تما ينقزوا ويطلعوا. شوفوا حالته كي ولات بحال كان في الحرب العالميه الاولى، ولكن انا كنخليه الصراحه يعيش الطفوله ما عمرني ما حبسته. فاش كيسالي غير كيسالي اللعب ديالو كندخلو كندير ليه الدوش وصافي. هو مريضنا مع النوباس مالنا زعما حنا غنبقاو نقيين حياتنا كلنا. خلي الدري يلعب يتعلم، كيلعب معاهم كيلعبوا في الدار كيتوسخوا كينقزوا وسط التراب وسط كلشي زعما راه كنخليهم يغيسوا مزيان طي شبع من الطفوله ديالهم مزيان. حيت انا فاش كنت صغيره ما كانتش كتخلينا ماما نلعبوا بحال هكا الصراحه، كنبغوا نيت نلعبوا ولكن ما كتخليناش كتقولنا غتوسخوا حوايج تقول لك نفهم. ما كانتش الماكينه ديال الصابون، دابا الحمد لله كاينه الماكينه ديال الصابون. خلي الدري يلعب حتى وكنشبع وكيقابلوه كيلعبوا معاه في الجرده كيلعب مع سليمان صفاء اروى جنات ادم كيلعبوا معاه ولاد خوتي هذو اللي كيلعبوا معاه كلهم كيلعبوا حدا الدار وبان مره وكيلبسوا البيبر ديال الوقت كيلعبوا في الدار. المهم هنا غادي نسالي الفيديو ديالنا، نقول لكم كرو بيزو تهلاو في راسكم وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والبارطاج اكيد، وراه ان شاء الله نشارك معكم ان شاء الله كيفاش كديروا تتغرسوا. وحنا دق 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 انا كنوريكم دابا دق دق بعدا نرجع لشي بلاصتو باش ما يموتش ليا. كرو بيزو تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.